جميلة جمانة جدا الحقيقة، جدا جميلة جدا. جدا. طبعا طبعا. أيضا أنا عايز أشكرك على عودة كمال أبو ريا، اه استاذ يعني كمال برضو حبيبي، هذا فنان طبعا مهم، فنان طبعا كبير، طبعا. فنان تقيل بيدي، يعني لما هتحط عبد الجبار هنا في عيلة فلازم اللي قدامه يكون شخص بقوة، حتى لو كان في شخصية مختلفة، فعيلة برافو أبو عليك، عصاية على رأسها كمال أبو ريا، فالحقيقة طبعا كان طبعا، عظيم الحقيقة. برافو عليك. لازم طرفين الصراع يبقى اتنين ممثلين كبار زي الاستاذ جمال والاستاذ كمال. الاستاذ كمال انا من معجبينه يعني، بمسلسلاته العظيمه اللي عملها قبل كده، وبحس برضو ينطبق على الاستاذ كمال شويه في وجهه نظري اللي قلته على مدام فريده، انه يستحق ادوار، يقدم ادوار او يتعرض عليه ادوار احسن من اللي بتتعرض عليه، لانه امكانياته التمثيليه رهيبه، سهل الممتنع، ما بيبذلش، تحس انه ما بيتعبش يعني، بيمثل وهو مرتاح طبيعي كده قوي، طبيعي جدا. جدا، وحاسس بقيمه الكلمه، وعارف بيقول ايه، وعارف كل حاجه هو جاي ومذاكر يعني، ما بيبذلش معاه مجهود عشان افكره ان الراجل ده جاي من المكان الفلاني او من المشهد الفلاني. فطبعا اضاف كتير، ولو المشاهد دي ما فيهاش حد بقيمه كمال ابو ريا كانت المشاهد دي قلت كتير. فانا كمان بحييه وبحبه جدا.